بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح ناخذ درس سامبا. درس السامبا هذا راح يكون عبارة عن تخصيص المجلدات المشاركة بين المستخدمين. طبعا هذا الدرس ما راح يفيدك بأي حاجة إلا إذا شفت الدروس اللي موجودة تحت، وهي دروس طريقة إضافة المستخدمين والتحكم بالمجموعات، تمام، والتصريح. لأن اليوم بتكلم عن تصريح المجموعات، لكن ما راح أشرحهم لأن شرحتهم بالدرس الماضي، ولو شرحتهم بيطول الدرس هذا إلى ساعة أو أكثر ممكن. لذلك احنا راح نركز اليوم على موضوع كيف تسوي المشاركه، لكن كيف تسوي الخصائص حقت اللي هي التصاريح، وكيف تسوي المستخدمين المجموعات، هذا ما اتكلم عنه. اول حاجه راح نسوي بالدرس هي واشرب شاي انت وقايم. طيب انت علشان تسوي اعدادات للسامبا لازم تدخل على الملف هذا عن طريق سودو نانو مثلا. طبعا نانو علشان كمحرر عندي ادخل له دائم etc.samba.smb.com. اوكي، هذا هو الملف الخاص ب اللي هو الاعدادات. طيب اوكي، نحط الباسورد حقنا. لاحظ انه في هنا كلام طويل عريض، ماشي. الكلام الطويل العريض هذا ممكن تلغيه بشكل كامل، تمام، عن طريق انك تكتب تيست بارم بالشكل هذا، انتر. هذا ايش راح يسوي؟ هذا راح يفحص لك ملف الاس ام بي كوم، فيعطيك الصلاحيات او الاعدادات بسرعه. طبعا الملف الاصلي في ميزه انه في تعريفات كثيره، لكن الملف اللي راح تسويه ما في تعريفات، لكن الميزه انك راح توصل بسرعه. اضغط انتر، راح يعطيك اللي هن الاشياء اللي موجوده مباشره. انت راح تاخذ الاعدادات هذه كامله بالشكل هذا. طبعا هذا الشيء سويناه وحنا بالبدايه لما سوينا اول درس للسيرفر. الشغله الثانيه راح نسويها وهي انك تنسخ نسخه احتياطيه، سودو cp-atc-samba-smb.com، تمام. راح تنسخه الى atc-samba-smb، لا خلنا نسمي باك اب .smb.com. اوكي، انتر. اوكي، انيبل تو ريسولف، هذه خلها بعدين نحلها. طيب الحين المشكله اللي عندنا هي انه كيف نسوي الاعدادات هذه، كيف ندخلها من داخل. طبعا انا نسخت الاعدادات، اوكي، زي ما انتم شايفين. طيب وقف. اوكي، هذه الاعدادات اللي سويتها راح انسخها وادخلها داخل الملف اللي تو سويته. طبعا نسخته عن طريق الامر تيست بارم قبل ما اني احذف الملف او قبل ما اني انقل الملف. الان راح انتقل الى سودو نانو اي تي سي سامبا اس ام بي دوت كونف. اوكي، طبعا هذا ملف فارغ الحين. اب انا سويت نسخه، ما سويت ذي، راح نحذفه سودو ار ام اي تي سي سامبا اس ام بي دوت كونف. اوكي، الان حذفنا هذا الملف. طيب ندخل عن طريق سودو نانو اي تي سي اس ام بي سامبا smb.conf. طبعا الملف غير موجود لان حذفته. الان ندخل نلصق فيه المحتويات هذه. طبعا اللي تحت هذا مهم، اهم شيء اللي موجود اللي هو جلوبال. هنا جلوبال هذا هي عباره عن الاعدادات اللي هي الاساسيه، تمام. انت ممكن تدخل على اللي هو موقع السامبا سيرفر، اشرح لك كل خاصيه، لكن راح اتكلم عن اهم الخصائص. اول شيء اسم السيرفر، تمام. طبعا اسم السيرفر راح ياخذ اسم الهوست نيم، العلامة هذه للهوست نيم، تمام؟ اترك على الهوست نيم على ما هو عليه، بحيث انه ياخذ اسم الهوست نيم عندك. مثلا انا الهوست نيم عندي اسمه بير، تمام؟ فراح اطلع معك بير، لكن لو عندك مثلا اسم الهوست نيم ديبيان راح اطلع ديبيان الى اخره. وهذا هو الاسم بالنهايه، اسم التعليق او اسم المشاركه، تمام؟ بصراحه انا ما اشوف في شيء نقدر نتكلم عنه بتخصيص بالدرس هذا، نتكلم عنه بعدين. طيب خلوا هذا بعدين. راح اتكلم عن اللي هي لما تنزل باخر شيء ايش راح تحصل. افتراضيا راح تلقى اللي هو البرنترز اللي هنا، الطابعات بتكون مفتوحه بالشكل هذا، وبتحصل عندك اللي هو برنت لو عندك اضافات ثانيه للبرنترز. لكن اليوم ما راح اتكلم عن هذا، زي ما قلت لكم راح اتكلم عن كيف نسوي حمايه للمجلدات داخليا. طيب اولا احنا راح نسوي طبعا مجلد جديد. المجلد الجديد هذا ممكن تحطه باي مكان. هذا مسار مجلد عندي هوم عبد المجيب بابليك. اوكي، طبعا هذا المجلد راح يكون بابليك بمعنى اخر يعني عام، راح يكون اي شخص يقدر يدخل يكتب يقرا ينفذ يسوي اي شيء، تمام. هذه فكره الملف هذا، لكن موضوع التنفيذ شوي ترى حساس شوي، لذلك انتبه اذا كان عندك سكريبتات داخل هذا الملف ممكن اي شخص ينفذهم اذا كان عنده صلاحيه يدخل الشل. لكن انت تقدر تسوي مستخدمين بدون شل زي ما تكلمنا سابقا. طيب لذلك اول شغله راح تسوي راح تكتب اسم المشاركه، طبعا بين قوسين كبيره، القوس هذا والقوس هذا. اوكي، انا سميته بابليك. اوكي، الباث اللي هو المسار، فانا حطيت مسار عندي هنا اسمه بابليك. طبعا موجود المسار، ممكن انك تضيف مسار جديد. اوكي، تكتب مثلا ام كي داير. طبعا وين حطيته؟ حطيت هوم عبد المجيب، تمام. طبعا بابليك هو موجود اساسا، راح يقول انه اكزيستس، تمام. هذا هو طريقه اضافه ملف، ممكن تضيفه عن طريق مدير الملفات نفسه، زر يمين انشاء ملف جديد. كومنت اللي هو التعليق. اوكي، انا سميته بابليك شير. نجي هنا للشغله المهمه اللي هو دايركتوري ماسك. ايش هو الماسك؟ الماسك عباره عن التصريح الافتراضي. لما اي شخص يضيف ملف هناك التصريح الافتراضي ايش راح يكون؟ راح يكون 777.
تمام. ليش؟ لأن هذا مجرد مشاركة عام. تمام. طيب الكرييت مود عفوا هذا الدايركتوري ماسك هذا خاص بالدايركتوري نفسه، اما الكرييت مود هذا الخاص بالانشاء. اذا انشات ملف جديد راح يكون تصريحه 777. طبعا لاحظ ان حطينا صفر بالبدايه. طيب ريد اونلي نو، طبعا خاصيه ريد اونلي هل هو قابل للقراءه فقط ولا لا؟ وذكرتكم انا بالدرس اللي راح انه تصريح السامبا في تصريح اهم منه وتصريح نظام نفسه. فاذا كان تصريح ملف نظام نفسه مثلا 771 تصريح السامبا ما راح تأثر بشيء، لأنك لازم تضبط أساسا تصريح المجلد هذا أنه يكون 777. تمام. طيب احنا راح نتأكد أنه هذا 777 عن طريق تكتب change mode 777. طبعا نحط ناقص R أحسن public علشان لو كان في ملفات داخلية. انتر. الآن صار 777. أوكي. طيب نروح نكمل هنا. read only now available yes or no. طبعا متاح نعم. في browsable، هذه browsable الفائدة منها هل هو ممكن الشخص يحصله موجود عنده كايقونه يضغط عليه ويفتحه ولا لا. تمام. لان اذا حطيت نو هنا راح تدخل عليه عن طريق كتابه مسار، لكن اذا تركته ببراوزبل ممكن اي شخص اشوفه ويدخل له اذا كان عنده تصريح طبعا. اوكي. الفكره من هذه انك تخفي مجلد معين، طريق الوصول له يكون عن طريق اللي هو كتابه مسار كامل. رايتبل نعم، رايتبل الكتابه. طبعا انت حطيت نو معنا التصريح الاساسي للمجلد 77 السامبا راح يمنعه من الكتابه. اوكي. بشرط انك تضبط التصريح. قست اوكي يس، طبعا الضيف تسمح ندخل لا، ليش؟ لانه مجرد مشاركه عام ما يحتاج لكل شخص عنده باسورد. بابليك يس. برينتبل نو، طبعا ما له داعي يكون برينتبل كقابل للطباعه، ممكن تحطه يس ممكن نو. لوكينج وستريكت لوكينج هذا تبي تحطه طبعا نو كافتراضي، تمام، علشان تريح راسك من موضوع اللي هو اللوك. هذا هو المشاركه المبدئيه، لذلك احنا راح ناخذ المشاركه هذه ممكن نكتبه واحده واحده احسن عشان يعني نتعب شوي بس يكون واضح الدرس. طيب راح نجي هنا ونكتب قوس كبير public. اوكي. ننزل تحت نكتب اول حاجه path يساوي، تكتب الباث هوم عبد المجيب public. اوكي. تنزل تحت واحده comment، طبعا comment تعليق يساوي public share زي ما هو مكتوب هناك، ممكن تسمي اي شيء ترى public share. تمام. تجي هنا directory directory mask يساوي، طبعا احنا حطينا اللي هو عام للجميع. create mode يساوي 0777. تمام. وفي عندنا ايضا read only يساوي no، طبعا بالشكل هذا راح يكون اي شخص يقدر انه يتصفح ويعدل. available اللي هو يكون متاح يساوي yes. browsable yes. شاهي yes. خلصنا browsable. في عندنا writable، طبعا هذا تصاريح زي ما قلت لكم انه خاص بالسامبا، يعني انت لو حطيت رايتبل نو ما راح يقدر يكتب، لكن طبعا هذه خاصه بالسامبا فقط. لكن لو كان التصريح اساسا مو برايتبل وجيت هنا حطيت رايتبل راح يرفض، لانه اهم شيء عندنا التصريح الاساسي. طيب رايتبل قلنا يس. ايش عندنا بعد؟ عندنا اللي هي وصلنا جست اوكي يساوي يس. عندك بابليك يس. برنتبل طبعا الخاصيه هذه ممكن تحطها ممكن تشيلها، لكن مجرد كدرس لازم اتركه. نو ستريكت لوكينج يساوي نو. الان بالشكل هذا كنترول اكس واي انتر حفظنا هذه. ايش راح تسوي؟ سودو سيرفيس ريستارت، لا سامبا ريستارت، سامبا ريستارت. تمام. اند ريكوجنايز اس ام بي، صح SMB restart. طبعا هذه سامبا تحصل بعض توزيعات مكتوبه سامبا، بعض توزيعات يقول لك لا ما موجوده، لذلك بتخلي SMBD. وفي عندك NMBD. اوكي لا تنسى هذه NMBD. طبعا لما تسوي اعاده اضافه لاي شيء لازم تسوي اعاده تشغيل عشان يزبط معك. هذه فكره المشاركه العامه. طبعا هذه ما فيها لا حمايه ولا حاجه، لكن لو عندك ملف خاص بمجموعه معينه تمام من المستخدمين هذا تحتاج تسوي له حمايه. وطبعا لا تخافون سويت مثال. تمام. المثال كالتالي. طبعا احنا بالدرس اللي راح وبدرس المجموعات تكلمت عن مجموعه مثل اسمها اي تي. تمام. هذه مجموعه الاي تي راح نسوي لهم تصريح بالشكل التالي. اوكي. راح يكون عندنا اللي هو اسم المجموعه اي تي او اسم المشاركه اي تي. الباث اللي هو المكان الخاص بالحفظ. تمام. طبعا انا سويت لهم باث هنا. اوكي. عن طريق اللي هو الامر هنتاكد. اوكي. ميك داير، طبعا راح اسوي ناقص بي بحيث انه لو كان موجود يسحب واذا كان غير موجود يضيفه. هوم عبد المجيب شير اي تي. تمام. طيب هذا هو. طبعا احنا عندنا لازم نتاكد برضو من ان المجلد هذا له التصريح التالي اللي هو
صفر أو عفوا 770 بحيث إنه يدخل له الشخص نفسه مالك الملف ويدخل له المجموعة نفسها. راح نجي الحين نكتب change mode 770 home. طبعا مو بلازم لكن يلا نكتب home ما في مشكلة عشان ما حد يضيع. عبد المجيب share it enter تمام. permission denied لأنه مو بنا المالك. ها طيب نحط sudo. طيب نحط الباسورد. طيب خلص من هذه. الآن راح نجي نشرح الموضوع بشكل مفصل. أوكي الهوم طبعا خلاص هذا هو المسار حقه اللي هو مسار مشاركة حق الاي تي بحيث انه هذا المجلد يدخل له اي شخص من مجموعة الاي تي فقط. شخص ثاني برا المجموعة هذه ما راح يدخل. طيب الكومنت طبعا تعليق اي تي فايلز الديركتوري ماسك راح يكون بالشكل هذا اللي هو 0770. ليش؟ عشان اي شخص من برا المجموعة او غير المالك الملفات ما راح يقدر يدخل. كرييت مود طبعا هذا هو نفس الحكاية. فورس يوزر الفائدة من خاصية فورس انه يفرض اسم مستخدم على اي مجلد ينشا. فانا كعبد المجيب دخلت على السيرفر انشات ملف افتراضيا راح يكون المالك للملف هذا عبد المجيب، لكن هذا خطا. يفترض انك تجبره انه يكون المالك له الروت. ليش؟ علشان موضوع الصلاحيات تكون افضل. تمام. طيب هذه فورس اللي هي فورس روت. في عندنا هذه اهم من اللي قبله تمام اللي هي الفورس جروب. تمام اذا انشات ملف جديد داخل السيرفر واخذ اسم مجموعه مختلف عن المجموعه الخاصه بالمشاركه فراح يكون مشكله ما بين المشاركه ما بين كمبيوتر وكمبيوتر ثاني. بمعنى اصح في عبد المجيب وفي فارس. اذا دخل فارس على ملف عبد المجيب انشاه ما يقدر يسوي شيء، يقدر يقراه فقط. ليش؟ لانه فارس مو بضمن مجموعه عبد المجيب لكنه ضمن مجموعه الاي تي. اذا احنا سوينا جروب الفورس جروب اي تي اي مجلد راح يتم انشاؤه راح يتم انشاؤه كاي تي تمام فقط. يعني هذه ريد اونلي نو تمام بحيث انه يكون الشخص عنده قراءه للملف اذا كان عنده تصريح. تمام افيلبل يس براوزبل يس عشان اقدر اي شخص يوصل له بسهوله. ممكن تحط نو no. اذا حطيت نو no, يضطر الشخص انه يكتب اسم المسار كامل يعني زياده حمايه. تمام رايتبل يس جست اوكي نو. لاحظ هنا قلنا نو no, لانه الضيف ما يقدر يدخل هنا لازم يحط باسورد. تمام بابليك نو يعني مو بعام للجميع. برنتبل نو والى اخره هذه تكلمت عنها قبل شوي. الان راح ناخذ هذه نفسها ونكتبها هنا. راح ادخل على نفس المجلد اللي قبل شوي عن طريق اللي هو سودو نانو اي تي سي سامبا اس ام بي دوت كونف. راح ننزل تحت ونضيف مجموعه جديده او عفوا مشاركه جديده اي تي. نجي تحت الحين نكتب التالي. طيب راح نحط اول شيء الباث يساوي هوم عبد المجيب شير اي تي. اوكي كومنت يساوي اي تي فايلز. طبعا هذا مجرد كومنت تعليق. دايركتوري ماسك توري ماسك ساوي 0770 كرييت مود مود يساوي 0770 وفي عندنا فورس يوزر يساوي عفوا فورس يوزر روت. تمام بالمناسبه مو لازم يصير روت ممكن يكون اي شخص ثاني. اوكي فورس جروب اي تي ريد اونلي يساوي نو افيلبل يساوي يس براوزبل يساوي يس وفي عندنا رايتبل يساوي يس جست اوكي يساوي نو وعندك بابليك بابليك يساوي نو وفي عندك برينتينج برينتبل عفوا برينتبل يساوي نو وفي عندك في النهاية لوكينج يساوي نو وفي عندك ستريكت لوكينج يساوي نو. سكر عن طريق كنترول اكس واي انتر. اوكي راح نسوي كالعادة اعادة لخدمات التشغيل هذه عن طريق سودو سيرفيس اس ان ام بي لا اس ان بي دي ريستارت. اللي يستخدمون توزيع الديبيان ويزي ممكن تكتب سامبا وعلى طول لكن ان ام بي دي. اوكي الان بالشكل هذا انشأنا مجلدات كالتالي. صار عندنا مجلد عام وصار عندنا مجلد خاص. العام يدخل شخص او المجلد الخاص هذا خاص بمجموعه الاي تي. اي شخص ثاني غير مجموعه الاي تي مو مصرح له يدخل يعني ما راح يقدر يدخل. اوكي لكن مجموعه الاي تي راح يقدر يدخل لاي شخص. اذا انشا مجلد جديد الان راح يكون المجلد الجديد هذا باسم مجموعه الاي تي مو باسمه هو وراح يكون المالك له الروت. لو حصلت مشاكل ممكن تغير من الروت الى مستخدم ثاني.
انتهى درس اليوم. اتمنى انكم استفدتوا. اي ملاحظات اي استفسارات ادخلوا على منتدى الدعم واسالوا في منتدى الدعم. يلا مع السلامه.